عظيم، تشتاق لك. العافية، وش أخبارك؟ أنا أبي أتكلم لمدة دقيقة، ممكن تسمعني يا أبو محمد؟ يا أخي سبحان الله، أنتم بالذات، أنتم يا أهل قطر. إي نعم. بالذات أنتم يا مشاهير قطر. إي نعم. إذا فتحتوا بث ممكن تعطيني دقيقتين أقول له سمطرة، ممكن تخليني أتكلم أقول له أنا في خاطري كلام أقول له سمطرة لعمرك. أنا بصراحة اني انا انت صح البث كله مصاحبه. ابي لا والله دقيقه، لا لا ابي دقيقه، احنا من دون مناقشات نخش في الموضوع على طول دايركت. ابي دقيقه، لاني ابي اذكر حاجه جميله انت مسويها لي وانت ناسيها. تكفى يا اخي. وشو تكفى؟ ايش تبي؟ اي شيء اسويه تكفى لا تذكره. زين اسمعني، في تاريخ 5/9 صار لي 5 ايام في عالم التيك توك، تدري اني ناسي هالقست هذا؟ بالله يا جماعه شوفوا سعود القحطاني، ها شوف شوف. ما ادري تشوفون ولا حكمك يا ابو محمد. فايز علي الربع، ها في ساره وفي هذا الاكلبي. شوفوا الاحكام، شوفوا الاحترام. يقول خليني اقدم القصيده لان المقطع شوي طويل. دافيا سامح الله عقرب الساعة عجول. اصبر وافية نور نور كل عين في أدبها دافية نصف ساعة باهي وبجه وبول أشد الوجه. بالله اسمع النصايح الحين، ها اسمع. قرب لي وجهك تكفى يا حبيب على الحرم. اسمع يا وتراك، اسمعني اسمع اسمع. صل على النبي، ترى لازم وجودك يعني لو تبث ساعة في اليوم ترى شيء قوي. أول شيء تقرب من ربعك وفانزاتك وترى لك جمهور وناس متابعين، ترى في ناس يميلون أخص في التيك توك يميلون. يا حلوة هو ينصح يا جماعة من الضحك. والله ترى للأمانة أنا يوم دخلت قبل 5 أيام يعني مستقبلني بحكم قصيدة يا جماعة، شو ما تبوني. الله يخليك يا أخي أنت. يلا حيوه.